الضيف دكتور تحسين علي الثوين، دكتوراه بالجراحه العامه والجراحه الناظريه وجراحه السمنه. نقول لك رمضان كريم دكتور، شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم، الله يحفظك. الحمد لله، انتم شلونكم؟ حياك الله حبيبي. رمضان كريم دكتور. رمضان كريم علينا وعليك. طبعا كثير من الاشخاص يعانون من السمنه المفرطه، هاي الحاله منتشره خاصه بالعراقيين او خلينا نقول دول الشرق الاوسط. نريد نتعرف على مصطلح السمنه. حقيقه نشوف، هو السمنه هو مرض، هو تعريف السمنة هو ارتفاع الشحوم داخل الجسم على أن تكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30. شنو مؤشر كتلة الجسم؟ هو مو الوزن، يعني الواحد يقول أنا وزني هل قد معناه أنا سمين. إحنا نحسب الوزن نقسم على مربع الطول بالمتر يطلع لنا رقم إحنا نسميه كتلة الجسم. هذا رقم إذا طلع أكثر من 30 تعتبر سمنة. هي تتقسم إذا من 18 إلى 24 هذا يعتبر الإنسان الطبيعي المثالي، ومن 24 الى 30 يعتبر وزن عالي وليس بالسمنه، من يعبر فوق ال 30 الى 40 يعتبر سمنه، من يعبر اكثر من 40 يسمى بالسمنه المفرطه. فحقيقه هو احنا مجتمعنا بسمنه زائده، ولكن المجتمع الغربي يفوقنا بالسمنه المفرطه اكثر من عندنا، عندهم سمنه مفرطه. نعم دكتور، الاسباب الشائعه لحدوث السمنه. شوف، هو سابقا الكل تعرف انه سبب السمنه انه هو الشخص ياكل اكل خاطئ سعرات عاليه، زاد انه هو قليل الحركه وقليل الرياضه وقليل يعني الامور الفعاليات اللي بالبيت. سابقا هي كان يعتقد انه هذا السبب الوحيد فقط. هسه بدات الدراسات تزيد، بدات تبين بها انه عوامل وراثيه، اكثر من 40% من السمنه تدخل بها عوامل وراثيه، بالاضافه الى انه العادات التقاليد الخاطئه اللي هي اكل غير صحي وعدم ممارسة الرياضة، هاي من أبرز الأسباب انتشار السمنة بالأوساط المجتمع إن شاء الله. طيب دكتور، كيف هاليوم ممكن أنه نصنف درجات السمنة وجسم الصحي؟ شوف، هو مثل ما قلت لك، إحنا نحسب معدل كتلة الجسم، نأخذ الوزن الشخص ونشوف طوله، الوزن بالكيلوغرام عفوا، والطول بالمتر، نقسم الوزن على مربع الطول يطلع لنا كتلة الجسم. إن كان هذا الرقم من 18 إلى 24 هذا الجسم الصحي المثالي. إن كان من 24 إلى 30 هذا يعتبر عنده زيادة بالوزن ولكن ما داخل في تصنيف السمنة. من يعبر من 30 إلى 40 يدخل بالسمنة، بعد 40 كتلة الجسم يكون السمنة المفرطة. تسمى بالسمنة المفرطة. زين دكتور، اليوم كثير عندنا اذا كانوا نساء وكانوا شباب عندهم السمنه، اليوم من يتمرنون يروحون للقاعات ويسوون التمارين الرياضيه يضعفون لحصل عندهم ترهلات. صح، هاي حتكون عمليه جراحيه لقص الجلد لو شنو؟ شوف، اللي يتمرن يعني يتمرن صحيح ويبدي دايت صحيح ويكون نزوله تدريجي ويشد الجسم ما راح يحتاجها، يعني اصلا ما راح تكون عنده ترهلات. اها، اي ما راح تكون عنده ترهلات، لان هذا اصلا بادي بنظام غذائي صحي وبادي وياه بنفس الوقت رياضه، فالجلد من طبيعته يشد جسمه. لكن في بعض الاحيان اللي يلجؤون الى حالات نزول وزن سريع سواء جراحي او غير جراحي راح يكون عنده تهدل بالجلد، حقيقة يحتاج إلى عملية قص الجلد. طيب دكتور، شو علاج السمنة؟ شوف، هو العلاج السمنة عدة عوامل، أفضل عامل إله هو تغيير نمط الحياة اللي هو تغيير نوع الأكل، تبدي بالأكل صحي وتغير فعالياتك والكسل والقعدة، لازم تتوجه إلى الرياضة، هذا أفضل علاج للسمنة. ولكن كل الدراسات تقول أنه فقط 5 إلى 7% من اللي يحاولون تغيير نمط الحياة هم ينجحون بنزول الوزن، فقط 5% تقريبا، يعني كل 100 شخص 5 بس ينجحون بنزول الوزن. اكو عندنا علاجات اخرى، تبدي اكو مثلا علاجات ادويه، اكو بعض الادويه اللي دخلت بتسجيل منظمه الغذاء والدواء، تقريبا 2 أو 3 من الادويه اللي هي نجحت بالتسجيل، لكن على مستوى سنه تنزل 4-5 كيلوات، بالاضافه لانه هي بها مضاعفات كثيره، يسوي جفاف، يسوي عفوا، يسوي هواي مضاعفات، فحقيقه ما نالت احسان الاطباء. اللي بالحالتين يفشل، اكو عندنا تداخلات جراحيه لعلاجات السمنه كثيره. زين، انت تقول دكتور اليوم انه اكو العلاجات ما قالت جمتي نهر انه مو قويه بها مضاعفات. نعم. زين، اليوم هل اللي قاعد يبيعوه هي المنحفات والكبسول اللي هو حارق الشحوم، يعني هذا صدق يحرق الشحوم؟ حقيقه هو اكو به، ولكن كلها تجارب
بس هي تحتوي على بعض الادويه اللي هي تسوي مضاعفات للجسم الانسان، منها علاج الثايروكسين بها، منها علاجات تزيد النبض وتسوي خفقان وتاثير على الحوامل، يعني بها هواي مضاعفات. بها نسبه من حرق الشحوم، ولكن يعني مو واحد لازم وياها رياضه وياها التزام وياها يعني التزام اكل تام يا الله تشتغل، بس يعني مال الواحد هلا. طيب دكتور، ما هي اهم واشهر عمليات الجراحيه اللي تقدر تخلصنا من السمنه؟ شوف، هي اكو هواي عندنا عمليات جراحيه تتقسم حسب وظيفه العمليه. عندنا عمليات هي تقليل حجم المعده حتى يقل، اللي هي التكميم، اللي هي التكميم ومتعرف بقص المعده، واكو عمليات هي تغير تقلل من امتصاص الجسم اللي هي عمليات تحويل المسار، واكو هواي عمليات اللي هي البالون وحلق المعده وطي المعده هواي، بس اشهرها واكثرها شيوعا واستخداما حتى بالعالم واكثر فائده هي قص المعده وتحويل مسار المعده. ما بيها اضرار؟ هو ماكو شيء ما بيه اضرار، بس احنا من نجي نقارن مثلا واحد وزنه 150 وعنده مضاعفات السمنه ومشاكلها، يعني من ضغط، من سكر، من تخثر بالدم، من مفاصل، يعني من نجي نقارن المحاسن والمساوئ تكون هو افضل لان يسويها. طبعا اكيد اكو اوزان قامت تسويها اللي وزن 98 اكيد بها مشاكل، بس هي مشاكلها مقارنه بمحاسن لازم تقارن بين الاشخاص زين حتى نعرف نختار. دكتور، يعني خلينا نقول اليوم وزن شخص وزنه 90 زين، لكن ما عندها الاعراض كلها اللي هي السكر والضغط والقلب. انا ارجع اقول لك، هو احنا ما نحشي على الوزن، انت تقول لي وزنه 90 لازم اشوف طوله ايش قد حتى احسب لك كتله الوزن مالته. خلي يكون اذا طلع كتله الجسم مالته اكثر من 35 وما عنده لا ضغط ولا سكر، هو مو مقاييس العمليات، يكون مقاييس امور اخرى. مثل شنو الامور الاخرى؟ يعني يغير الاكل مالته، يدخل جيم، يحاول امور اخرى، يعني هاي افضل له. افضل يعني تنصحون بهذا الموضوع؟ طبعا انه ما يحتاج لك عمليات. هو احنا عندنا العمليات مو لاي شخص، اكو عندنا مقاييس للمريض يلا يدخل بها عمليه. يعني عندكم وزن معين تسوي العمليه؟ هو ماكو وزن معين، هو كتله جسم معينه. اي واحد يعبر كتله جسم اكثر من 40، يحاول سنتين دايت ورياضه وما ينزل، عده سمنه صار لها اكثر من 5 سنوات، انه يكون جسميا صاحي، عقليا صاحي، يستوعب شنو بدنا نسوي له، يلا نقدر نسوي العمليه. او كتله الجسم 35 ويعاني من ال 35 مضاعفات السمنه اللي هي الضغط، السكر، المفاصل، دهون بالدم، يلا نقدر ندخلها بمقاييس قص المعده. جواها وحقيقه مو من المقاييس العلميه لقص المعده، اصبحت مثل ما نقول صارت فد شيء شائع، شبه موديل، يعني انه دكتور انا متعاجز سوي لي قص معده. فهي يعني هاي الامور. والله هاي الحاله اللي منتشره هسه كليتهم دي يقصون معده والتكميم ونحت وشفط، هم بيها يعني جانب يؤذي، جانب سلبي، لكن مثل ما نقول منتشر بالمجتمع. طيب ليش اسعار العمليات تختلف؟ شوفي، سؤال جدا مهم، الله يساعد المواطن عمود يعرف هذه الاجابه. اصلا هي عمليه قص المعده تعتمد على ادوات، يعني العمليه تجرى خلال ادوات نقص بها المعده. الادوات اكو 4 إلى 5 شركات موجوده حاليا بالسوق العراقي، واكو اكثر من بالخارج. طبعا حسب جوده الادوات وحسب الشركه، ما اريد اذكر اسماء الشركات حتى ما تعتبر اعلان، كل شركه لها رصانه، لها نسبه نجاح معينه، لها نسبه اخفاق معينه وبها مضاعفات. كل ما تكون شركه رصينه كل ما تكون اسعارها اغلى، كل ما تكون اقل تقل الاسعار. بالاضافه لانه المستشفى اللي تجرى بها العمليه تعرفين اكو مستشفى مثلا درجه ممتازه اسعارها شكل، اللي اقل غير شكل. فكل جراح شوف وين راح يشتغل عملياته، ايش قد تكاليف العمليه، ايش قد هو تبقى، يعني هيك امور. فتختلف من شخص لشخص، نلقى اسعار يعني قليله راح نلقى المواد اللي بها اللي هي خلينا نقول نسميها الدرجه الثانيه، نلقى المعايير العاليه تلقين بها يعني الادوات الممتازه. فلازم هو المريض يوازن، يعرف شنو الادوات، يعرف شنو ميزانيته، يعرف شلون يختار الادوات مع الطبيب مع المستشفى، كلها هاي لازم حتى تجتمع في سبيل انجاح العمليه. لان ممكن انت تروح تختار يعني مكان مناسب لك تعتقده، بس لا سامح الله اذا صارت عندك مضاعفات ممكن تذب 4-5 أضعاف هذا المبلغ. هو هذا اللي اقوله، يعني بعد ما اجريت العمليه هم حتكون اكو مضاعفات دكتور؟ شيء اكيد، شيء اكيد. المضاعفات اللي راح احنا عندنا مضاعفات قبل يعني اثناء العمليه وبعد العمليه مباشره وبعد العمليه بفتره. اثناء العمليه ممكن ان يكون نزف عندك، يكون عندك المريض سمين تدري مشاكل هوايه، ممكن يكون تخثر، ممكن ما يقعد من البنج، هاي امور اعتياديه بالنسبه للسمنه.
داخل العمليه احنا نجري اختبار يسموه اختبار التسريب حتى نعرف ان الغسل المعده ناجح والادوات مالتنا اشتغلت. هو اكثر شيء يخوفنا بهاي العمليات هو التسريب. فاحنا نجري اختبار، بس هذا الاختبار ما يمنع انه يصير تسريب لاحقا بعد اسبوع او بعد شهر، ممكن حتى بعد شهر ممكن. فهاي لازم امور كلها مهمه تدخل بيها تكنيك الطبيب، تدخل بيها الادوات اذا كانت اصليه، تدخل بيها هواي امور بالاضافه الى يعني متابعه الطبيب للمريض. اكيد دكتور، هاليوم لازم المشاهد يعرف الفرق بين ظاهرة جسدية السمنة أو هي السمنة حالة مرضية. نريد نعرف الفرق بيناتهم وحقيقة السمنة، هل تعتبر على الأمراض؟ بالحقيقة هي سمنة مرض، خاصة إذا كان إذا عبرت كتلة الجسم أكثر من 30 فهي مرض. بس كل مرض له علاج، وقلنا أفضل علاج هو اللي يبتعد عن العمليات. مهما تبتعد عن العمليات، لان ابدا عمليه الشخص السمين ابدا مو سهله، لا من تخدير ولا من افاقه ولا من متابعه بالردها ولا هو من يقوم من السرير ويتمشى، كلها امورها صعبه، حتى مضاعفات فيها، حتى من تيجي تفحصها انت سريريا صعب، عندك كتله شحم لما توصل للاشياء اللي تفحصها صعب، فافضل شيء هو ابتعد عن العمليات، نروح بالتغيير نمط الحياة، نغير الأكل، نصير أكل صحي، يتحول إلى رياضة، فهي أفضل شيء إليه. بس هي حقيقة هي مرض، السمنة مرض. يعني شوف الحلو بالدكتور اللي قاله، قال أنا ما أنصح بالعمليات وأنصح أبدا بالشخص. أنا كل مرضى يجوي أنصحهم إنه يروح يسوي رياضة ويسوي تغيير، حتى أكتب له برنامج غذائي، أكتب له كورس رياضي إذا يحتاج، ويجرب. إن يفشل يقول دكتور أنا راح أسوي العملية، ما أسويها من غيرك، لا تعال أسويها معي. طبعا شكرا لك دكتور، ونورتنا اليوم بجيتك وهالمعلومات الحلوه اللي وصلتها لنا والى المشاهد، اذا كانوا عند الشباب او النساء ان شاء الله. اليوم شكرا جزيلا لاستضافتكم، شكرا جزيلا لقناتكم الموقره. شكرا لك دكتور على كل معلومات قدمتها لنا والمشاهدين. شكرا جزيلا.